نبداو عدد اليوم جورنال فيرب خبر عنوانه الطير انا مدرب محترف وتركيزي منصب على تحقيق نتيجه ايجابيه امام الرجاء. اؤكد هلال الطير مدرب فريق اتحاد طنجه ان تركيزه منصب على مساعده فريقه لتحقيق الفوز على الرجاء الرياضي خلال المواجهه اللي غتجمع الفريقين، ونفى بشده هوسه بمواجهه فريقه الام كونه تولى اداره التقنيه للفريق وبدا الموسم الحالي معه كمدير رياضي رفقه التونسي فوزير بنزرتي. وقال الطير في تصريحات صحفيه مهتم وماشي مهووس بحال كيما كيردوا البعض، حيت انا مدرب محترف وعندي عقد مع اتحاد طنجه وما غنرجعش بذاكرتي للماضي ولو مريت من الرجاء، حيت هي الصفحه وتطوات فتفكيرنا منصب على هزمه بحال كيف ما حدث مع باقي الانديه وماشي حيت فريقي السابق. هذه الافكار ما كتراودنيش اطلاقا. وضاف الطير خطتنا واضحه وهي اننا نستعدوا ايقاعنا بعد فتره توقف الاخيره، فكاين باغي اننا ننتصروا مهما كانت قيمه المنافس حتى ولو كان فريق الرجاء، حيت هو الحل المتبقي عندنا باش نواصلوا رحله الانقاذ. وتابع الطير تعادلنا في الجوله الماضيه في وجده وكاين باغي العوده سريعا لسكه الانتصارات بحال ما كان عليه الوضع قبل التوقف، وبحضور جمهورنا القوي كنملكوا الحافز والثقه والمعنويات ومتفائل بزاف بالانتصار على فريق الرجاء الرياضي. تعديلات في جدول اعمال جمع عام فريق الرجاء. واستجاب عزيز دراو رئيس فريق الرجاء الرياضي المستقيل منصبه المطالب رشيد الاندلسي بعد ما شار ليه في رساله موجهه ان الجام العام المقبل كيعرف العديد من التجاوزات القانونيه. وفي هذا الصدد قام عزيز دراو باجراء تعديلات على جدول اعمال الجام العام المقبل للفريق اللي غيتمعقدوا يوم جمعه 26 مايو اكاديميه النادي على الساعه 8 مساء انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد بعد استقاله البدراوي منصبه جراء فشله في تدبير المرحله منذ عامه الاول. وحسب التعديلات اللي اجراها البدراوي على جدول الاعمال غتكون النقاط كالاتي: تحقق من توفر النصاب القانوني، تعيين فاحصي ومراقبي المحضر، كلمه الرئيس الافتتاحيه، الاطلاع على محضر الجامع العام السابق ومناقشه النقاط الوارده به، تعيين مراقب الحسابات الجمعيه الرياضيه برسم موسمي الرياضيين 2021-2022 و2022-2023 من بين اللائحه المقدمه من طرف المكتب المدير. البدراوي يؤدي أجور لاعبي الرجاء ويتعهد بإناء أزمة أولو. وفي تفاصيل الخبر أدى عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي الراتب الشهري للاعبي الفريق الأخضر شهر أبريل بعد توفير سيولة مالية بخزينة الفريق. ووقع البدراوي اتفاق مع شركة تي اس ام لأداء أجور موظفي ولاعبي الرجاء لشهر ماي المقبل، وتعهد البدراوي بمواصلة مهامه في رئاسة الفريق الأخضر لغاية 26 ماي وفند كل الشائعات اللي تحدثت على إغلاق هاتفه في وجه مسؤولي الفريق وموظفي النادي. وأدى البدراوي مصاريف إقامة الفريق الأخضر في فندق المحمدية، كما أدى مصاريف حجز فندق إقامة النص والخضر في طنجة استعدادا لمواجهة الفريق الشمالي الأحد المقبل. وتعهد البدراوي بأداء جزء من منحة توقيع روجي أولو لاعب خط وسط الفريق الأخضر لتفادي فسخ الأخير لعقده من جانب واحد بعد ما وجه رسالة إنذار للرجاء كيطالب فيها مستحقاته أو سلك المصادر القانونية لفسخ العقد. أنيس محفوظ يطعن في قرار البدراوي بتغيير مكتب حسابات الرجاء. وطعن أنيس محفوظ رئيس فريق الرجاء الرياضي في مكتب الحسابات اللي وضعه عزيز البدراوي للاطلاع على التقارير المالية للفريق برسم الموسم الرياضي 2021-2022 قبل الجام العام المقبل. وأكد محفوظ في رسالة موجهة للمكتب المستهير أن تغيير مكتب الحسابات من السابق للحالي كينافي قانون الجمعيات اللي كتسير وفق مؤسسة الرجاء، إذ كان مزمع وضع الرغبة في الجام العام المصادقة عليه قبل تغييره بشكل أحادي من طرف عزيز البدراوي. وطالب أنيس محفوظ المكتب الجديد اللي كلفه البدراوي بضرورة مده بصورة من قرار الجام العام اللي عينه مراقب الحسابات والصورة من تقرير الافتحاص القانوني وكذلك من المراسلات الرسمية اللي تم تبادلها مع مكتب الحسابات السابق والمكتب المديري لنادي الرجاء، مع صورة من المصادر المحاسباتية اللي اقترحها مكتب الحسابات على عزيز البدراوي وأمين ماله لتنفيذ ميزانية النادي. وختم محفوظ رسالته بحفظ حقه في الطعن أمام الهيئات المهنية والقضائية المختصة، إذ كان تعيين مكتب الحسابات الجديد من طرف البدراوي غير قانوني، وفي التقرير اللي صدره المكتب نفسه كونه غير قانوني وغير مشروع. سعيد حسبان يعقد ندوة صحفية بعد ترشحه رسميا لرئاسة الرجاء. وقرر سعيد حسبان رئيس سابق لفريق الرجاء الرياضي عقد ندوة صحفية ليوم جمعة، وذلك بعد موضع ترشيحه بصفة رسمية لخلافة البدراوي بكرسي رئاسة الفريق الأخضر. وكشفت مصادر مسؤولة أن سعيد حسبان غيعقد اليوم جمعة ديتم الساعة 4:30 عصرا ندوة صحفية بفندق بلاصة أنفا من أجل عرض برنامجه الانتخابي على منخرطة الرجاء الرياضي. وضافت نفس المصادر أن سعيد حسبان غيكشف خلال خرجته الإعلامية على الأسباب اللي دفعته للترشح للعودة لرئاسة الرجاء من جديد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم الندوة الصحفية المذكورة.
محمد بودريقة، ترشحي لرئاسة الرجاء جاء بسبب الظروف التي يعيشها الفريق في السنوات الأخيرة. وفي تفاصيل الخبر، أكد محمد بودريقة المرشح لرئاسة فريق الرجاء الرياضي أن دخوله سباق المنافسة لرئاسة النادي ما جاش من فراغ، بل بسبب الظروف اللي كيعيشها الفريق في السنوات الأخيرة والأزمات اللي كيتخبط فيها. وقال بودريقة لحال ضيف لأحد القنوات الإلكترونية أن ترشح لرئاسة الرجاء ماشي ترشح لشخص محمد بودريقة، بل هو ترشح للائحة كتسخر بالطاقات اللي كتسعى لتقديم المساعدة للنادي. وتابع الرئيس السابق للرجاء تقدم للرئاسة رفقة اللائحة اللي قدمتها جا بناء على المشاكل اللي كيعيشها الفريق. وقبل كل شيء كنتمنى أنه بعد يوم 26 مايو الجاري يتم دعم الرئيس الجديد للفريق سواء كنت أنا أو حسبان. وضاف بودريقة شهدنا في السنوات الأخيرة عدم استقرار بالنادي بعد ما كان الأمر مقتصر على الشق التقني، واليوم أصبح عدم استقرار المستوى التسييري بعد ما تعاقب على رئاسة الفريق 3 الرؤساء خلال سنتين، وهو ما جعلنا نشوفه ضبابية على مستوى مستقبل النادي. أولمبيك أسافي يحدد موقفه من شراء عقد أكسيل ماي من الرجاء. وكشف مصدر مسؤول في فريق الرجاء الرياضي على موقف إدارة فريقه من شراء عقد مهاجم الغابوني أكسيل ماي المعارض من الرجاء. وفق تصريح خاص بأحد المنابر الإعلامية، أكد مسؤول بفريق أولمبيك أسافي أن إدارة نادي ما كتفكرش في شراء عقد أكسيل ماي وأن الأخير غير رجاء الرجاء مع نهاية الموسم الكروي الجاري. وضاف ذات المصدر أن المصري طارق مصطفى مدرب أولمبيك أسافي اشتكى في مناسبتين مع عدم انضباط أكسيل ماي وبعده الفريق بعد ما تأخر في المرة الأولى في العودة من الغابون خلال فترة توقف البطولة الوطنية بداعي وفاة أحد أقاربه. ثم المرة الثانية بعد نهاية مباراة المغرب تطواني يتخلف في العودة مع بعثة الفريق دون أي ترخيص من إدارة النادي أو الطاقم التقني. يذكر أن المهاجم أكسيل ماي انتقل كمعارض فريق أولمبيك أسفي بعد ما فشل في إثبات نفسه مع فريقه السابق الرجاء. يتشارك في مباريات كثيرة بالدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا وما نجحش في تسجيل ولو هدف بقميص الفريق الأخضر. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.